أكد الجهاز الوطني للضرائب الخليجي على أهمية الشراكة الإيجابية مع المؤسسات التجارية في تبيان السلع المعفاة للمستهلكين، وأفاد الجهاز بأنه سيتم توزيع شعار الإعفاء الضريبي الظاهر على الشاشة على كافة المحلات والأسواق التجارية لوضع الشعار على السلع المعفاة من القيمة المضافة بهدف تعريف المستهلكين بها، مؤكدا حرصه الدائم على توضيح الصورة الكاملة لدى المستهلكين عن قائمة السلع الغذائية الأساسية المعفية من القيمة المضافة. وحث الجهاز الوطني للضرائب الخليجية تلك المحلات والأسواق التجارية الالتزام بشعار الإعفاء الضريبي لتكون في مكان ظاهر للمستهلكين، بما يسهم في تحقيق التطبيق السليم للقيمة المضافة. ولفت الجهاز إلى ضرورة التزام المحلات والأسواق التجارية بوضع شهادة التسجيل التي تخول لهم حق تحصيل الضريبة أمام المنتجات غير المعفية من القيمة المضافة. وجدد الجهاز الوطني للضرائب الخليجية دعوة المستهلكين وقطاع الأعمال للتواصل وطرح الاستفسارات حول كل ما يتعلق بالقيمة المضافة أو الإبلاغ عن أي مخالفات.